السلام عليكم. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاولوا نشرحوا لي كاركتيرستيك تكنيك اللي تيكونوا مكتوبين في لابلاك سينياليتيك دا موتور اسانكرون. دونك لامبورطونس ديال هاد لابلاك سينياليتيك اللي تتكون مكتوبه في الموتور تري امبورطون في البرونشمون ديال الموتور في الكوبلاج ديالو في لا شارج. دونك باش نعرف واش مشارج يقدر يدور ليا هاد الموتور خاصني ضروري نقرا لابلاك سينياليتيك باش نعرف واش الموتور ادابتي مع لا شارج ولا لا وادابتي مع لي كونديسيون مع لونفيرونمون فين غادي نانستال انا هاد الموتور. دونك لا بلاك سينياليتيك كيعطيها المصنع مع لا ماشين ديالو. دونك ملي تيصنع لا ماشين تيدير لها ديزيسي ديالها وتيكتب لينا لي كاركتيريستيك الفونكسيونمون نومينال ديال لا ماشين يعني الفونكسيونمون العادي ديال هاد لا ماشين يعني في لا شارج ديالها اون شارج نومينال تيكتب لينا هاد لي دوني هنا وهاد لي دوني خاصني انا نفهمهم باش نعرف هاد الموتور كيفاش غنبرونشيه كيفاش غنكوبليه شناهي لا شارج اللي ادابتي معاه دونك فين غادي تبرونشا شناهو لونفيرونمون. دونك كاين بزاف ديال لي كاركتيريستيك تكنيك تيكونو مكتوبين في لابلاك اللي خاصني نفهمهم انا قبل ما نبرونشي الموتور. دونك حاولت ناخد هنا ان بلاك ستوندار يعني لي دوني هادو ستوندار تيكونو في جميع لي موتور تقريبا وعطيت من 1 حتى ل 17 هاد لي كاركتيريستيك تكنيك باش نحاولو نشرحوهم اون ديتاي ان شاء الله. دونك عندنا نيميرو 1 لا مارك دي موتور ترى هنا عندنا لوروي سومير دونك سافو دير لا مارك مصنع يعني هذا المصنع ديال هاد لا ماشين هو لوروي سومير. دونك كل مصنع تيدير السميه ديالو في لابلاك الفوق. ثانيا عندي دي تيب لو تيب ديال لا ماشين فيه دي شيفر و دي لتر مثلا ال اس لتر ديال لا سيري 80 هو لا اوتور داكس هاد لي اوتور داكس يكونوا ستوندار بالنسبه لجميع المصنعين. ال 2 تيب لونغور ديال لو طول ملي كاينين في لوروتور. دونك هاد لو تيب هذا الا بغيت ندير لا كوموند للموتور ممكن صيفط غير هاد لو تيب هذا وتصيفط ليا المصنع هاد لو موتور الا بغيت ندير لا كوموند من عند هاد المصنع هذا وتعطيني ديريكتومون هاد لا ماشين هاد. نيميرو 3 نيميرو دو سيري هاد نيميرو تيكون خاص بالمصنع نيميرو دو سيري هذا عنده علاقه غير بهاد المصنع هذا يعني الا بغيت ندير لا كوموند للموتور ممكن صيفط لي غير هاد النيميرو وغيصيفط لي هاد الموتور هذا الا بغيت نكوموندي هاد الموتور يجي. بالنسبه للرابعا اي بي هو انديس دو بروتيكسيون فيه جوج ديال لي شيفر هنا عندي 44 كاتيجوري دو بروتيكسيون. دونك هنا جوج ديال لي شيفر وكل شيفر كيسينيفيا حاجه. بالنسبه للشيفر الاول تي انديكي ليا لا بروتيكسيون كونتر لا بوسيير. بالنسبه للشيفر الثاني دوغري ديال لا بروتيكسيون كونتر لي ليكيد يعني كونتر الماء. بالنسبه لهذا لو شيفر الاول ممكن نلقى من 0 1 2 3 4 5 6. بالنسبه ل 0 هذا الرقم الثاني ممكن نلقى من 0 حتى ل 8. دونك الا كانت عندي 0 في هذا الشيفر الاول دونك اوكان بروتيكسيون دونك هاد لا ماشين ما عندهاش شي بروتيكسيون كونتر لا بوسيير. اي سو دو سويت بالنسبه لي زوتر لا ماشين هنا عندي 4 دونك بروتيكسيون كونتر لي كور سوليد سيبيريور 1 مليمتر يعني هاد لا ماشين عندها واحد البروتيكسيون ما كتخليش لا بوسيير تدخل اللي كبر من 1 مليمتر ميقل راه ممكن تدخل ليه لا بوسيير. الا كان 5 بروتيكسيون كونتر لا بوسيير ما كتدخلش ليه لا بوسيير. الا كان 6 راه بروتيكسيون توتال يعني هاد لا ماشين هادي راه ما كيدخلش ليها لا بوسيير. بالنسبه للشيفر الثاني الا كان 0 اوكان بروتيكسيون يعني هاد لا ماشين راه الا ترش عليها الماء راه يدخل ليها الماء لانتيريور ما عندهاش بروتيكسيون. اي سو دو سويت هنا عندي 4 دونك بروتيكسيون كونتر لي بروجيكسيون ديال لو سافو دير هاد لا ماشين عندها واحد بروتيكسيون الا طار الماء على هاد لا ماشين راه ماشي مشكل عندها لي طونشيتي ديالها يعني ما غاديش يدخل ليها الماء لانتيريور. وباش ما تزاد هاد لو دوغري كيتزاد لا دوغري ديال بروتيكسيون ديال لا ماشين. دونك هنا شكون اللي تيحدد ليا هاد لانديس دو بروتيكسيون هو لونفيرونمون فين غنبرونشي انا لا ماشين عندي يعني الموتو اللي غنبرونشي في واحد الميليو اللي هو سيك ماشي بحال الموتو اللي غنبرونشي في واحد الميليو اللي هو ايميد مثلا او لا ايميرجي وسط الماء فهم. دونك خاصني نعرف لونفيرونمون فين غنبرونشي الموتو واخا يكونوا لي كاركتيريستيك الاخرين كلهم بحال بحال ولكن لانديس دو بروتيكسيون ماشي بحال بحال دونك راه لومبلاسمون ديال راكوردومون ديال هذاك الموتور ماشي هو نفس الاخر فهم. ديك خاص يرد البال ضروري لهذا الاي بي هذا على حساب البلاصه فين غادي نبرونشي انا الموتور عندي. دونك هادشي بالنسبه للانديس دو بروتيكسيون. كاين عندي هنا نيميرو 5 0.75 كيلو وات هادي لا بويسونس دي موتور ديسپونيبل سور لارب يعني لا بويسونس اللي كتكون خارجه عندي سور لارب لا يعطيني هاد الموتور انا اللي غادي نستعمل انا دونك اللي غادي نراكورديها مع اينوتر ماشين اللي غيدور لي هاد الموتور هذا.
دونك هاد لا بويسونس كتكون بالكيلو وات او لا بالوات او لا بالشوفو او لا بالهورس باور. واحد شوفو ممكن نحول من شوفو الكيلو وات او لا من الهورس باور الكيلو وات او لا الشوفو، يعني واحد شوفو راه كيساوي 735.5 وات، واحد الهورس باور كيساوي 746 وات. يعني الا كانت هنا بالهورس باور ممكن نحولها للكيلو وات والعكس، يعني على حساب انت اش منين انت باش بغيتي تخدم. دونك هادي لا بويسونس ديسبونيبل سير لا في الفونكسيونمون نومينال ديال لا ماشين. هنا عندي كوسفي هو لي ديفازاج لي لا طونسيون مع لو كورون. اي ماشين تيكون عندها واحد الكوسفي ممكن هاد الكوسفي ناميليوريه، يعني نزيد واحد الكاباسيتي بور اميليوري هاد لو فاكتور دو بويسونس. يعني كيكون عنده 0.79 هنا مثلا في هاد لا ماشين، انا بغيت نرجعو مثلا 0.94 ولا 0.95، خصني نزيد واحد الكاباسيتي بور اميليوري هاد لو فاكتور هذا. بالنسبة لسابعا هنا عندي لو روندمون ديال لا ماشين، ولو روندمون ديال لا ماشين دائما هو داكشي اللي عاطيني ديال لا بويسونس، يعني لا بويسونس ايتيل على داكشي اللي كونسوما ديال لا بويسونس على لا بويسونس ابسوربي. يعني داكشي اللي عطاني لا ماشين بويسونس ايتيل كنقسم على داكشي اللي كونسوما الموتور بويسونس ابسوربي وكنحسب لو روندمون ديالي ديال لا ماشين. دونك هاد لا ماشين عندها 72% لو روندمون ديالها. ثامنا 8 و 10 سون دي طونسيون اللي هما دي فالور ديال لي طونسيون، عندي 220 هنا 380 هنا، تري امبورطون هاد لابارتي هادي باش نعرف لو كوبلاج ديال هاد لو موتور في الريزو اللي عندي انا. دونك قبل ما نكوبلي الموتور خاصني نرد البال لا طونسيون اللي عندي في الريزو انا، مثلا يعني بين فاز وفاز. مثلا الى عندي في الريزو 220 بين فاز وفاز، دونك هاد الموتور غادي نكوبليه كوبلاج تريونكل. الى عندي انا في الريزو بين فاز وفاز 380، دونك هاد الموتور خاصو يتكوبلا كوبلاج ايطوال. دونك هذا لو سامبول مثلث، ها هو سامبول ديال تريونكل، وهذا نجمه سامبول ديال ايطوال. دونك هنا عندي في التريونكل يعني 220 فولت، وعندي في ليطوال 380 فولت. خاصني رد لهم البال مزيان في البرونشمون، يعني لا طونسيون اللي كتسيبورتي واحد لونغولمون في هذا الموتور اللي هي 220 فولت. ودي خاصني رد البال لا طونسيون اللي عندي في الريزو، انا شحال عندي في الريزو باش نعرف اشنو كوبلاج غندير لهذا لو موتور. دونك عندي جوج ديال لي طونسيون اوتوماتيكمون، عندي جوج ديال لي كورون. كورون 3.45 امبير هنا، انتونسيتي اون امبير دي موتور كوبلي اون تريونغل. يعني الا كوبلينا هذا الموتور كوبلاج تريونغل يعني اليمونتينا ب 220 فولت، راه لو كورون ابسوربي ديالو هو 3.45 امبير. نهضروا على الكورون دو لين. ولا كوبلينا كوبلاج ايطوار، لانتونسيتي اللي غادي ابسوربي هذا الموتور هي 2 امبير. يعني لانتونسيتي ديال 2 امبير كورون دو لين، يعني الكورون اللي غادي يدوز لنا في لونغولمون هو 2 امبير بالنسبه لكوبلاج ايطوال. هنا بالنسبه لكوبلاج تريونغل 3.45 امبير. لا فيتاس دو روتاسيون، يعني لا فيتاس باش غيدور الارض، هنا عندي 1410 دائما تلقاوها بتور بار مينيت، 1410 تور بار مينيت هي لا فيتاس دي موتور اون تور بار مينيت، يعني لا فيتاس باش غيدور الارض. وهاد لا فيتاس ممكن نعبرها بلاباراي ديال تاكيميتر ونعرف لا فيتاس باش غيدور هاد الموتور. دونك هاد لو موتور هاد لا فيتاس هادي ليي مع لا فيتاس مع لي نومبر دو بول ليي مع الفريكونس باش كيعطينا هاد لا فيتاس هادي. بالنسبه ل كلاس ديزولمون هنا عندي او 13، يعني هنا عندي او كلاس ديزولمون. كلاس ديزولمون يعني لا تمبيراتور دو فونكسيونمون ماكس دو فونكسيونمون كي نو بو با سيبورتي هاد لو موتور هذا، يعني لا بروتيكسيون ديال الموتور ما يمكنش تخدم اكثر من هاد لا تمبيراتور. هنا عطيني او، دونك او عندها 120 دوغري، دونك سافو دير هاد الموتور داك ليزولمون اللي كاين فيه في الانتيريور راه يقدر يسيبورتي تال 120 دوغري. يعني الا كان هاد الموتور خدام في اونفيرونمون اللي هو سخون كيديباسي هاد لا فالور، داك ليزولمون مابقاش غيسيبورتي وغيتحرق ليا الموتور. والموتور الا ديباسا لا فالور ماكس ديال هاد لا تمبيراتور ديباسا غير 10 دوغري راه كيفقد لنا لا دوري دفي ديالو، كتنقص لا دوري دفي ديالو 50%. يعني الا بقى كل مره الموتور تيسخن تيديباسي هاد لا فالور اللي عنده هو انسكري في هاد لا بلاك سينيتي. يعني مثلا عندنا هنا 120 او صافي ديال الموتور كيسيبورتي حتى 120 مثلا، وكان في هذاك اللي وصل 130، دونك لا دوري دفي ديال هاد الموتور غتنقص. مثلا الا كانت عنده 20000 ساعه ديال الفونكسيونمون راه تولينا غير 10000 ساعه ديال الفونكسيونمون ديال هاد الموتور وغيتحرق. الا كان هاد الكلاس ديزولمون فيه ا
راه كيسيبورتي 105. الا كان بي راه كيسيبورتي حتى 130 دوغري، كان اف حتى 155، كان اش حتى 180. دونك هنا وممكن يكون سي، سي يعني اكثر من 240 دوغري، حتى هي كاينه، كاين كلاس ديزولمون اللي هو سي 240 دوغري، يعني اكثر من 240 دوغري. دونك باش ما تزاد اوتوماتيكمون، راه باش ما تزاد هاد لا تمبيراتور سي بورتي، راه كيتزاد لو بري ديال الموتور، لان كيتزاد داك ليزولمون اللي كان في الانتيريور سيكون بلي سبيسيفي باش يسيبورتينا هاد لي تمبيراتور هادو، فهم. دونك كل موتور عنده كلاس. مثلا الا كان عندي واحد الموتور خدام في سرور البلد الكلاس، كان خدام في واحد الميليو اللي هو كلاس او، وانا نجيب موتور بحال في لي كاركتيريستيك الاخرين، ولكن هنا كاينه ا وركبتو، دونك هاد الموتور ما يمكنش يخدم ليا، غيخدم لي غيتحرق، لان يلاه كيسيبورتي حتى 105 دوغري، وانا عندي الموتور تيخدم في هذاك الميليو كتوصل ليه لا تمبيراتير مثلا اكثر من 105، دونك الموتور اوتوماتيكمون غيتحرق عندي هذا الموتور، لان داك ليزولمون مابقاش غيسيبورتي هذيك لا تمبيراتير ديالو. دونك هذا في 13. شوفوا 14 دائما كنلقاو لا تمبيراتير امبيونت اللي هي ستوندار، تلقاوها دائما 40 دوغري سلسيوس، يعني لومبلاسمون ديال الموتور الميليو امبيونت خاصو يكون 40 دوغري. كلشي لي ماشين تقريبا راه تيكون هذا 40 دوغري. الفريكونس كذلك سرود البال، الفريكونس دائما الوحده ديالو اون هرتز، بالنسبه لينا حنا في المغرب مثلا تنخدمو ب 50 هرتز، دونك فريكونس اون هرتز. كاين في دي باي اخرين بحال الامريك مثلا تيخدمو ب 60، دونك خاص يرد البال، لان الا تشونجا الفريكونس اوتوماتيكمون تشونجا عندي لا فيتاس، دونك خاص يرد البال الفريكونس ديال الريزو اللي كاين عندي. فاز يعني النومبر دو فاز، ممكن نلقى واحد مونوفازي، جوج بيفازي، اولا ثلاثه تريفازي. دونك هاد لا ماشين عندي ثلاثه، دونك ساو دي سي ماشين اللي هي تريفازي خدامه بثلاثه ديال لي فاز ال1 ال2 ال3. 17 اللي هو تيب دو سيرفيس، سيرفيس دو فونكسيونمون. هاد لي سيرفيس هادو فيهم دي اس1 اس2 اس3 اس4 5 6 فيهم لي سيرفيس، دونك خاصني نعرف اش السيرفيس ديال هذا الموتور. يعني الا كان اس1 ساوي ديال الفونكسيونمون ديال الموتور تيخدم 100%، اس2 80%، يعني من الفونكسيونمون لو طون ديال الفونكسيونمون ديالو خاصو يستريح 20%، اس3 راه تيخدم 60% خاصو يستريح 40%، اس4 اي سي دو سويت بالنسبه لي. دونك لي سيرفيس فيهم دي شوفوهم دابا، دونك لي سيرفيس دونك سيرفيس، دونك لي سيرفيس تيب دو سيرفيس، دونك كاينين من اس1 حتى الاس9، يعني في لابلاك سينيتيك ممكن نلقى من اس1 حتى الاس9، هادو سولون لي نورم. دونك لا بليبار دي كا كي سو بريزونت دون لا براتيك بوفون اتر رامني الان دو سي تيب دو سيرفيس، ممكن نلقاو من اس1 اس2 اس3 اس دو سويت. دونك الا كان الموتور فيه اس1 كنقول سيرفيس كونتيني، هذا الموتور ممكن يخدم كونتيني فونكسيونمون ديالو، اس2 سيرفيس تومبوريغ، اس3 سيرفيس بيريوديك، اس2 سويت. دونك هنا على حساب لي سيرفيس، دونك الا كان الموتور غادي يخدم عندي فواحد الميليو كونتينيغ خصني نجي نشوف سيرفيس اس1. الا مثلا كلشي لي كاركتيريستيك بحال ولكن مختلفين في هذا لو سيرفيس خاصني نرد البال، لان الا كانت لا ماشين غتخدم عندي كونتيني ما خصنيش ندير بلاصتها مثلا اس 4 مثلا ولا اس 3، خاصني نجيب ضروري سيرفيس كونفونابل مع الفونكسيونمون ديال لا ماشين. دونك نتمنى تكون هاد لابارتي ديال لابلاك سينيتيك استفدتو منها. دونك الى عجبتك لابارتي، عجبك الفيديو، حاول دير جيم لاباج وابوني، ومع السلامة للجميع.